بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء هنشرح الجزء الثالث من قائمة Adjustment. أول قائمة خاصة بالإضاءة، القائمة الثانية خاصة بالتعديل على الألوان والتحكم بها، والقائمة الثالثة بتاعت هذا اللقاء هي خاصة بالإفكس والتأثيرات المباشرة على الصورة. خلينا نروح على الأدجستمنت. أنا عندي هنا في صورة، أول شيء قبل ما أروح على الإنفيرت بدي أعمل دوبليكيت لللاير، كليك يمين أحكي له دوبليكيت لللاير، نحكي له أوكي أو كنترول جي، وأروح أحكي له إنفرت، نضغط على إنفرت بضغطة بزر الفأرة الأيسر. بنلاحظ إنه الإنفرت هنا ما إلها أي إعدادات، يعني ما فيش إلها أي خصائص، وبمجرد إنه أنا ضغطت على إنفرت بنلاحظ إنه الصورة ألوانها انعكست. طيب، عارف هذا يعني كيف؟ لما أنت تيجي تفتح الكاميرا بتاعتك وتجيب التأثيرات الموجودة في الكاميرا، التأثيرات الأساسية الموجودة في الكاميرا، وبتلاقي حاجة اسمها نيجاتيف، الألوان اللي هي نيجاتيف هي هذه بالضبط، بيعكس لي الألوان. هاي برضو بالضبط نفس التأثير الموجود في الكيرفس. علشان نفهم نروح نختار كيرفس، خليني أخفي التأثير هذا. لقيت أنا عندي في الكيرفس في عندي خط مستقيم، الآن أنا عايز الجزء الفاتح في المنطقة هاي، في المنطقة هاي الفاتح إنه أخليه غامق، والجزء الغامق في المنطقة هاي إنه أخليه فاتح. بنلاحظ إنه هذا نفس التأثير اللي عمله الإنفرت. ممكن آجي أتحكم في الأوبوسيتي في الصورة، لاحظ معي كيف، وممكن أغير في المود أي نوع من المودز. أروح أشوف الإفكت الثاني اللي هو بوسترايز، أضغط عليه، ومجرد إنه أنا ضغطت عليه هلاقي إنه الصورة ألوانها قلت وأصبحت كأنها بتأثير كرتوني إلى حد ما، وعندي الليفلز 4 بقدر أتحكم فيه من القائمة هاي تحت الليفلز. أقل قيمة للليفلز هي 2، حتى لو اخترت واحد أنا إنتر هيحطيني رسالة خطأ ويقول لي إنه الليفلز ما بين الاتنين وميتين وخمسة وخمسين، نحكي له أوكي وأبدأ إنه أزود في الليفلز شوي شوية، هلاقي إنه الألوان بتزيد لحد ما لما أصل لقيمة معينة هلاقي إنها بنفس ألوان الصورة، يعني ما فيش فيها اختلاف خالص. يعني لو أجيت عملت هايد لللاير هلاحظ إنه ما فيش أي اختلاف. علشان هيك لما أجي أعمل بوسترايز أخلي قيمة الليفلز قليلة، مثلا نخليها 4. الآن خلينا نشوف التأثير اللي بعده، نروح على الأدجستمنت ونشوف الخيار اللي بعده واللي هو الثريشولد. بمجرد إنه أضغط على الثريشولد بزر الفأرة الأيسر هلاقي إنه حول الصورة بلونين، بس اللون الأبيض والأسود مفيش بدرجات ما بينهم، وبقدر أتحكم في الإفكتس من خلال السهم الموجود في الميدتونز. لو أنا أجيت وديته لجهة اليمين، كل ما أوديه للجهة اليمين أكثر بلاقي إنه الصورة بتغمق معايا وبيظهر عندي تحت الثريشولد ليفل، ولو أجيت قللت هلاقي إنه الصورة تفتح معايا للآخر، نفس تأثير الليفلز اللي إحنا كنا بنعمله، لكن هنا بيحول الصورة للونين فقط الأبيض والأسود. أروح الآن على رابع تأثير معنا اللي هو Selective Color، موجود في المنطقة هاي. Selective Color بشكل عام بيعتمد إنه أنتقي لون معين من الصورة وأبدأ أعدل عليه. وعلشان أفهم الموضوع هذا نضغط ضغطة بزر الفأرة
على أمر Selective Color. بيظهر عندي مجموعه من الخصائص، هلقيت انا بدي اتاكد في عندي خاصيتين. اول شيء بدي اتاكد انه انا واقف على الريلاتيف وفي ابسوليوت، كمان شويه نحكي الفرق ما بينهم. انا هلقيت خليني اتاكد انه انا واقف على الريلاتيف. الان اختار لون من الوان الصوره، على سبيل المثال بدي اختار اللون الازرق، اروح على الكلرز ونختار لون البلوز. بعد هيك انا بالنسبه للون الازرق بدي احاول اغير بالوان السي ام واي كي، بامكاني ممكن اغير السيان بالدرجة هاي أزودها، ممكن إنه أو أجي أقللها، لاحظت الفرق اللي صار. برضو لو أجيت أنا غيرت لون الماجنتا، لاحظت التغير للصورة، ممكن أزودها هيك. ولون اليلو ممكن أقلله بالسالب أو ممكن إنه أزوده بالصورة هاي. وفي عندي البلاك آخر لون، ممكن أقلله هيك بالماينس أو ممكن أزيد درجة البلاك للصورة. خلينا نشوف التأثير، الفرق بين الصورة وبعد إجراء التأثير على لون البلوز. نلاحظ إنه في عندي فرق. وبضل معنا هلقيت آخر اثنين أوبشن في السيلكتيف كولر اللي هو ريلاتيف أو أبسوليوت. الريلاتيف بغير قيم الألوان بناء على لما كانت عليه الصورة قبل هيك، يعني بغيرها بنسب مختلفة عن النسب اللي كانت قبل. أما الأبسوليوت بيعمل إجنور، تجاهل للقيم اللي كانت موجودة قبل هيك ويبدأ يغيرها. على سبيل المثال أنا في عندي في المنطقة هذه بيضة، خليني أختار لون الوايتس وبدي أبدأ أغير في درجات السي أم واي كي بالشكل هذا مثلا. انا قاعد بزود، بقيت انا ضاغط على مين؟ على الابسوليوت. بلاحظ انه اتجاهل اللون الابيض اللي موجود في المنطقه هاي. اما لو اجيت انا عملت ريلاتيف، بلاحظ انه حافظ على اللون الابيض الموجود عندي. اخر افكت معانا اللي هو جريدينت ماب، وعند الضغط على الجريدينت ماب هنجد ان الصورة بدأت تتغير على حسب الجريدينت او التدرج اللوني الموجود معنا، وظهر عندي اللاير. ممكن اضغط على التدرج اللوني الموجود معنا للسهم الصغير، وممكن اختار من البريسيتس الموجودة. فانا لو وقفت على بلاك اند وايت هتتحول الصورة الى ابيض واسود. تأثير الجريدينت بيعتمد على تغير الالوان بتدرج لوني على حسب مناطق الاضاءة. بنلاحظ هنا في عندي منطقة الهايلايت، منطقة الميدتونز، منطقة الشادوز، وممكن أتحكم فيها. خلينا نختار مثلا تأثير هذا، ممكن أقلل منطقة الشادوز، ممكن أغير منطقة الميدتونز، وممكن أغير منطقة الهايلايت، وممكن أغير الألوان هاي بضغط دبل كليك على المربع الصغير وبختار اللون اللي انا عايزه. ممكن اختار في المنطقه هاي لون ابيض مثلا، ونيجي مثلا في المنطقه هاي لو ضغطنا دبل كليك نختار مثلا اللون الاصفر، وممكن في المنطقه هاي دبل كليك واختار اللون الاحمر مثلا. يبقى شفنا انا كيف ممكن اغير تدرج الالوان. وفي عندي في المنطقه هاي الجريديانت تايب، نوع الجريديانت يا سوليد يا نويز، شايفين الفرق ما بينهم؟ نرجع للسوليد. وفي عندي انا سموثنس اللي هي لها علاقه بنعومه الشكل، نحكي له كانسل. في المنطقه هاي في عندي انا ريفيرس، لو ضغطت عليها بيعكس لي الالوان. يعطيكم العافيه وبتمنى تكونوا استفدتم من هذا اللقاء.